في الآية الخامسة والخمسين بعد البسملة من سورة المائدة، ولا أحتاج إلى كثير استدلال في بيان مضمونها وتطبيقها، فهي من بديهيات ثقافتنا الشيعية. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فكل المضامين المتقدمة يجمعها عنوان واحد، الولاية، ولاية الله هي ولاية محمد وآل محمد، والآية صريحة في هذا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هل أحتاج أن أثبت لكم من أن الآية في محمد وآل محمد؟ أنا أخاطب شيعة، وهذه من بديهيات ثقافتنا الشيعية. ألفت أنظاركم إلى أن الولاية واحدة، الخالقية واحدة، الرازقية واحدة، العلو واحد، لأنهم عنده واستقروا في ظله فلا يخرجون منه إلى غيره. وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، الذي خلقته، خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. أين يتجلى هذا الاسم في عالمنا الأرضي؟ في إمام زماننا، في الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. من هنا نحن نخاطبه في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ فهل نتوجه إلى جهة ناقصة؟ الظلون غبران، الظلون غبران وثولان، هل يصح التوجه إلى جهة يقال لها وجه الله يعتريها نقص؟ عندكم عقول؟ لو ما عندكم عقول، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ هل أن الله ينصب سببا فيما بينه وبين الخلائق، ينصب سببا ناقصا؟ أي منطق هذا؟ إذا كان السبب الذي نصبه الله ناقصا، هذا يكشف عن نقص الله سبحانه وتعالى، فهل يصح هذا الكلام؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ فهل في باب الله عيب؟ أنتم لا تقبلون على أبواب بيوتكم الحديدية والخشبية أن يكون فيها عيب، فكيف تقبلون عيبا على باب الله؟ نحن لا نتحدث عن باب بيت، إنه باب الوجود، باب الوجود بكل طبقاته، بعوالم غيبه وشهادته، بعرشه وما بعد عرشه، هذا هو باب الوجود. فكيف يطرأ العيب والنقص على باب الوجود الذي هو باب الله؟ مخابيل أنتوا، عدكم عقول؟ لو ما عدكم عقول، لو ظلن تمشون وراها ذول المطايا المعممين. هذا هو القرآن، وهذه الروايات، وهذا تفسيرهم، وهذه زياراتهم، وهذه أدعيتهم، وهذا هو العقل إذا كان عندكم من عقل. فهذا التشكيك في الروايات والأحاديث هذا تشكيك شيطاني ناصبي نجس قذر من عقول ذولا الغبران، عقول قنادر. هذه ما هي عقول، قنادر هؤلاء عقولهم. ولذا لجأوا إلى علم القنادر. الأئمة أمرونا أن نعود إلى القرآن
أن نعرض حديثهم على القرآن. أجريت لكم عملية جزئية في عرض الروايات التي تحدثت عن حروف الاسم الأعظم، وفي هذه الحلقة أجريت لكم بقية العرض الكلي التفصيلي لعرض كل الروايات وكل الزيارات، ليست رواية واحدة أو زيارة واحدة، هذا عرض وقواعد للعرض. عرضت من خلال هذه البيانات جميع مضامين الروايات، وأنتم تلاحظون إذ كانت لديكم من خبرة حتى لو كانت جزئية في أحاديث العترة، تلاحظون التطابق الواضح ما بين أسلوب القرآن وأسلوبهم في حديثهم، ومن هنا قرنوا بين الآيات وبين رواياتهم، ومن هنا النبي الأعظم قال لنا تمسكوا بهما، تمسكوا بالاثنين، إذا ما تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ما الذي فعله الطوسي وأتباع الطوسي؟ فككوا بين الاثنين، ولذا ذهبت الشيعة في ضلالها وفي تيهها. من هنا تستغربون هذا الدين الذي أطرحه عليكم، هذا هو ديننا الأصلي، أما هذا الدين الذي عندكم فهذا دين مسخ، فما جئتكم بشيء من كتب اليهود أو النصارى، ولا جئتكم بشيء من عندي، ولا جئتكم بشيء من كتب النواصب أو الصوفيين أو القطبيين، ألا لعنة الله على القطبيين، كل الذي جئتكم به من قرآنهم بتفسيرهم، ومن حديثهم بقواعد تفهيمهم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ولاية واحدة في أفق واحد. صحيح أن الآية تتحدث عن شأن دنيوي، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، مداراة في الخطاب كي يميز الناس الأئمة وفقا لهذه المواصفات، وإلا فإن الولاية واحدة، الآية صريحة في بيانها ورسمها. وأصرح منها ما جاء في سورة التوبة في الآية 105، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وإذا أردنا أن نستمر في الآية وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، هذا يعني أن الرسول وأن المؤمنين الذين ذكروا في الآية هم أيضا في نفس هذا المضمون، هم علماء الغيب والشهادة، وإلا لماذا جعلت الرؤية واحدة؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الرؤية ليست محدودة بزمان أو بمكان، وليست محدودة بشخص أو بمجموعة من الأشخاص، وليست محدودة لا بإنس ولا بجان ولا بملائكة. الخطاب القرآني موجه للملائكة وللجان وللناس، للأمم الماضية عبر أنبيائها، وللأمم القادمة عبر أوليائها، خطاب مطلق. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذه
رؤية إلهية واحدة تتجلى في محمد وآل محمد، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. ما هي هذه؟ أسماء حسنى، ولله الأسماء الحسنى. ومرت علينا الأسماء الحسنى، الصادق يقول نحن والله الأسماء الحسنى. ما هي هذه الأسماء الحسنى؟ من تجليات الحقيقة المحمدية. الأسماء الحسنى ليست من تجليات الذات الإلهية بشكل مباشر بحسب ثقافة العترة، لا بحسب أنا. الأسماء الحسنى هي من تجليات الحقيقة المحمدية، لأن الحقيقة المحمدية هي الاسم الأعظم. الاسم الأعظم هو تجلي من الذات الإلهية، أما الأسماء الحسنى فهي من تجليات الاسم الأعظم. والاسم الأعظم الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره، ومن عنده، كما في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الأنبياء، إنهم هم ومن غيرهم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، رؤية واحدة، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. من الذي ينبئنا في يوم القيامة؟ محمد وآل محمد. هؤلاء هم الحكام وهم الشفعاء وهم الذين سيسألون وهم الذين سيشفعون، وهم. من قسيم الجنة والنار؟ علي قسيمها وسهيمها صلوات الله وسلامه عليه. ومن سورة التوبة، أذهب بكم إلى سورة الجن، إلى سورة الجن وإلى الآية 26 بعد البسملة وما بعدها. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. هذه الآية الوحيدة في الكتاب الكريم التي نسبت الغيب بشكل مباشر إلى الله، فجعلته غيبا خاصا به سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هناك من الغيب ما مرده إلى الملائكة، الملائكة المسؤولون عن الأرزاق، الملائكة المسؤولون عن الموت، الملائكة المسؤولون عن الأمطار والرياح، عن. فهؤلاء يمتلكون علم غيب بحسبهم، بحسب مسؤوليتهم، لكن غيبا خاصا بالله سبحانه وتعالى لم يذكر إلا في هذه الآية. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه، على غيبه الخاص به، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ورسول هنا نكرة منونة، إلا من ارتضى من رسول، رسول واحد. أما إذا أردنا أن ندقق في الآية أكثر، لا أريد أن أطيل الوقوف عندها، فإن الحديث بالدرجة الأولى عن الذي ارتضاه الرسول. إلا من ارتضى من رسول، والمرتضى من الرسول من هو؟ هو المرتضى، علي المرتضى. قطعا الرسول هو الأصل، وهذا هو المرتضى منه،
والمرتضى من محمد آل محمد علي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم. هؤلاء هم الذين ينطبق عليهم هذا العنوان، من ارتضى من رسول. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هناك مرتضى من رسول، من رسول واحد هو محمد صلى الله عليه وآله. هذه الآية خاصة بمحمد وآل محمد فقط. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا مطلقا إلا من ارتضى من رسول، من رسول نكرة منونة، رسول واحد. من هو هذا الرسول الواحد؟ هناك رسول واحد، البقية رسل بالتفرع. هناك رسالة واحدة هي الرسالة المحمدية، وهناك رسول واحد هو محمد صلى الله عليه وآله. بقية الرسالات، بقية الرسل هم خدم للرسالة المحمدية، هم مقدمات لمحمد صلى الله عليه وآله، هم شيعة لآل محمد. فهناك رسول واحد وهناك مرتضى واحد من ذلك الرسول، نفسه علي. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الآيات تحتاج إلى تفصيل أكثر والوقت يجري سريعا وعندي العديد من المطالب. ماذا أصنع لهذا الوقت؟ أذهب بكم إلى سورة الرعد التي تتحدث عن هذا المرتضى من الرسول في الآية 43 بعد البسملة من سورة الرعد، وهي آخر آية فيها، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذا الشهيد هو المرتضى من الرسول، والذي عنده علم الغيب بكله بكل تفاصيله. من هنا صار علمه مساويا لعلم الشاهد الأول، الشاهد الأول هو الله. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لا بد للشاهدين في موضوع أن يكون علمهما متساويا بنفس المرتبة والدرجة في ذلك الموضوع، وهذا هو المرتضى من ذلك الرسول، وهو المطلع على غيب الله. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، هو هذا، ومن عنده علم الكتاب. التعابير هي إذا ما ذهبنا إلى سورة آل عمران في الآية السابعة بعد البسملة من السورة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. المضامين هي غاية الأمر، التعابير تختلف بحسب الجهة التي نظرت إليها الآية، وكل ذلك لمنفعة المتلقي. الحكمة في ذلك لأجل أن ينتفع المتلقي حينما نتدبر فيها، ففي كل آية بحدود ألفاظها نتدبر فيها لارتباطها بموضوع معين، فإن المنفعة ستتحقق لنا.
وإلا فإن الجوهر واحد فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هذه نهاية العلم. ومن عنده علم الكتاب، المضامين هي وما يعلم تأويله. التأويل الحقيقة، عود الشيء إلى أوليته. وما يعلم تأويله، ما يعلم حقائقه الأولى إلا الله والراسخون في العلم. القرآن كله يتحدث نظريا وعمليا في المضمون نفسه، في الجهة نفسها. إنهم ومن عنده، إنهم العالون، إنهم الخالقون الذين قارن نفسه بهم فكان أحسن الخالقين. إنهم الرازقون الذين قارن نفسه بهم برازقيتهم فكان خير الرازقين. المضمون العملي في سورة القدر في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها في ليلة القدر بإذن ربهم من كل أمر. إذا كان من كل أمر فكيف أتوقع من أنه لا يعلم الغيب، أو أن علمه بالغيب محدود؟ كيف يكون ذلك؟ من كل أمر لابد أن يكون علمه الغيبي كاملا، لابد أن تكون حكمته الإلهية كاملة، لابد أن تكون قدرته المستطيلة كاملة، لابد أن تكون ولايته الإلهية كاملة حتى تتنزل الملائكة والروح الذي هو أعظم من الملائكة وهو سيد الملائكة حتى يتنزل كل ذلك على الإمام المعصوم في ليلة القدر من كل أمر. هذا تطبيق عملي على أرض الواقع للمضامين المتقدمة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ولماذا نستغرب هذا؟ إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنفال وفي الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة، والخطاب لرسول الله، والخطاب هو لهم جميعا: أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، كلنا محمد. هذا قول علي صلوات الله وسلامه عليه. القرآن يخاطب محمدا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الحديث هنا عن قبضة تراب قبضها رسول الله من أرض بدر ورمى بها وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذا كان هذا المنطق مع قبضة تراب من أرض بدر في حادثة جزئية محدودة في واقعة بدر، فكيف يكون الكلام عن ليلة القدر حينما تتنزل الملائكة والروح فيها بكل أمر يتنزلون؟ فما يصدر منه هو صادر من الله. وما رميت إذ رميت، هذه شؤونهم، هذا قرآنهم، هذا قرآنهم. تدبروا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قلوب مقفلة، أقفلت بقذارات علم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام